أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة The Future Coin وقناة BTC World لعالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن عملة تيرا لونا وتيرا لونا كلاسيك، وراح أتكلم عن عملة شيبا إينو، وراح أتكلم بمقطع بسيط عن عملة الميتاميرس. طبعا أصدقائي راح أحاول أختصر بالفيديو قدر المستطاع. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، وبتمنى تشترك بالقناة، وبتمنى تفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي بالامس عملة شيبا اينو طرحت اللعبة الخاصة فيها، او اعلنت عن اللعبة الخاصة فيها اللي هي اسمها شيبا انترنتي من شركة بلاي سايد ستوديو، او بمساعدة شركة بلاي سايد ستوديو. بهاي التغريدة مكتوب انه قريبا اللعبة ستتاح على الاب ستور وعلى جوجل بلاي. طبعا هذا الخبر مفروض يعطيه ارتفاع لعملة شيبا اينو. لحد الان ما في عندي اي ارتفاع لعملة شيبا اينو، وعندي انخفاض بنسبة 37% على الفوليوم اخر 24 ساعة. بالنسبة لتوتال سبلاي او المعروض للتداول، ما في عندي اي زيادة عدد القطع او نقصان بعدد القطع. عدد القطع من سنين الى حد الان ثابت بدون اي تغير. بالنسبة لصفحة شيبا بارن او شيبا او حرق عملة شيبا، عندي انخفاض بالريتم او عندي انخفاض بنسبة الحرق بنسبة 84% اخر 24 ساعة. كميات حرق يوميا بتصير على عملة شيبا اينو، لكن ما في عندي اي تغير من الكوين ماركت كاب. طبعا اصدقائي الاشخاص اللي عم ينتظروا حرق عملة شيبا اينو لترتفع العملة، فانا اتوقع او انا من وجهة نظري الشخصية انه فكرة حرق من عملة شيبا اينو بهذه القطعة البسيطة فهي فكرة سيئة جدا جدا. لازم يتم الحرق بترليونات القطع حتى نشوف ارتفاع بسعر عملة شيبا اينو. والحرق بترليونات القطع راح يتم من القطع المعروضة للتداول ومن القطع الموجودة مع المستثمرين. يعني مستحيل يتم حرق نصف القطع من الشركة فقط، الا لازم يكون تم الحرق كمان من المستثمرين. هاي النقطة وضحتها بفيديوهات السابقة، بتقدروا تشوفوا فيديوهات السابقة تكلمنا فيها عن الحرق وشرحت هاي النقطة. اما بالنسبه لعمله تيرا لونا كلاسيك اصدقائي، نفس الموضوع، ما في عندي اي تغير لا بالقطع المعروضه للتداول او التوتال سبلاي. عندي انخفاض بنسبه 60% للفوليوم اليومي الخاص بعمله تيرا لونا كلاسيك. طبعا بالنسبه لتحليل عمله تيرا لونا كلاسيك اصدقائي، نحن حاليا عند ترند صاعد بعد ما فشلنا بكسر الترند الهابط. حاليا عم نواجه الترند الصاعد، ونحن حاليا تقريبا قريبين من كسر هذا الترند على فريم الوان دي. طبعا عندي هدف ما بين 8 إلى 9 بهاي المناطق. انا راح اشتري على اجزاء خاصة برأس مالي. اذا انت بتفضل استثمار بعملة لونا كلاسيك، يفضل تشتري من مناطق ما بين 7 إلى 8 اذا انت بتحب تخزن من هاي العملة. طبعا هاي ما نصيحة استثمارية، قبل ما تستثمر انت بنفسك لازم تدرس مشروع اي عملة بنفسك. عملة لونا كلاسيك اصدقائي صار علي مشاكل، تعرضنا علي مشاكل كبيرة، فقدنا الثقة بهاي العملة، لكن هذا الشيء ما بيمنعني انه انا اخزن، لكن مخزن مبالغ انا ماني محتاجها او انا معرض اني اخسرها. حتى اذا خسرت هاي المبالغ ما بزعل علي. هاي بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا الفريق نفسه استغنى عن هاي العملة، ممكن استغل هاي العملة للمضاربات لا اكثر ولا اقل. المضاربات السريعة ممكن تحقق منها مرابح هائلة جدا. اما بالنسبة لعملة 2.0 او لونا 2.0، حاليا انتقائي سعر العملة $2.18 تقريبا، هدف العملة من $1.50 الى $2، فهاي مناطق جيدة جدا للشراء. خلينا نشتري على مرحلتين ما بين $1.80 الى $1.50. فشلنا بكسر المقاومة عند $2.50 تقريبا مرتين. طبعا العملة انخفضت تقريبا من سعر 14 او من سعر $20 تقريبا او $18، انخفضت الى سعر $2. ممكن نرجع نشوف مناطق $5 الى $10 في الايام القادمة بعد كسرنا للمثلث العرضي اللي نحن ماشيين فيه. طبعا العملة ارتفعت بنسبة 27% اخر 24 ساعة، او العملة مرتفعة من تقريبا يومين بنسبة 24%، والعملة ارتفعت بشكل ملحوظ جدا جدا. إقبال المستثمرين كان كبير جدا على عملة تيرا لونا. أما بالنسبة لأصدقائي لعملة الميتاميرس، طبعا اليوم تاريخ اليوم 2/8/2022. طبعا بالأمس هو موعد إطلاق العملة على منصة جيت آي أو، لكن شفنا إنه ما تم إطلاق العملة على منصة جيت آي أو، وما في أي أخبار من الشركة عن موعد الطرح المحدد.
طبعا بداية المشروع أنا أو بفترة الاكتتاب، نحن قناة The Future Coin وبعض القنوات الثانية شجعنا على هذا المشروع، نصحنا كثير من المستثمرين يستثمروا بهذا المشروع، ونحن كنا كمان أول مستثمرين. ما في اكتتاب أو ما في مشروع نتكلم عليه إلا منكون داخلين معكم بنفس المشروع. طبعا أصدقائي، بعد طرح العملة على أكثر من منصة وشفنا الانهيار الكبير اللي صار بالعملة، انخفاض بنسبة 90% على العملة، طبعا ما شفنا أي ردة فعل من الفريق، وكشفنا كثير ثغرات بالعملة وتكلمنا عنها بفيديوهات، طبعا ما في أي إجابة، طبعا المصداقية صارت شبه معدومة بالشركة، شركة عملة الميتاميرس. طبعا حاليا عم نشوف عدم الإضافة على منصة جيت آي أو صارت واضحة جدا، يعني اليوم الثاني تأخرنا تقريبا 48 ساعة عن الإضافة على منصة جيت آي أو، وما في عندي أي أخبار عن الإضافة على منصة جيت آي أو. طبعا نشوف عملة الميتاميرس على إيتورو إكس أو crypto.com تحت الرعاية، يعني إلى حد الآن عم بيراقبوا العملة إذا بيتم إضافتها أو لا، إلى حد الآن هذا الشيء ما معروف، لكن ليش ما عم بيكتبوا على منصة جيت آي أو تحت الرعاية؟ طبعا شبه تم رفض العملة من جيت آي أو. أصدقائي، ممكن وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك الجديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.